السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة أم نسلان. اليوم جيتكم بوصفة جديدة واللي هي طاجين ورود اللحوم والبطاطا بالجلبانة. إذا كنتي أول مرة تزوري القناة نتمنى أنك تشتركي وتفعلي الجرس ليجبها الفيديو وجم الفيديو. هيا ننتقلوا مقادير الوصفة وطريقة التحضير. عندنا جلبانة قرنون على حسب أفراد العائلة تاعك. عندي لحم مفروم، صدر دجاج، كمية قليلة نحتاج ما نحتاجش بزاف. وعندي هذا الظهر تاع الدجاجه راح نبنن به برك لاصوص. عندي بصل كما راكم تشوفوا قصيتو ما رابيتوش، سنينه ثوم، وعندي نص بصله صغيره ولا ما يعادل حبه بصله صغيره بزاف. درت لها كل وحده درت لها سنينه تاع ثوم صغيره حتى هي، وحده للفيون داشي وحده للدجاج. عندي بطاطا قصيتها على هذا الشكل باش نقليها للتزيين. في القدرة تاع الفخار درت قطعة تاع سمن، راح ندير لها الزيت ونحط هذيك الدجاج، البصل، هنا السنين الثوم هذيك راني رابيتها، ونلوح معاها البصلة ونتبل. راح ندير الزنجبيل وندير راس الحانوت، فلفل اسود والملح، نقلي كلش مليح. راح نزيد لك الجلبانه باش تتخلى معاها. هنا اذا بغيتي ديري قطعه تاع اللحم ولا قطعه كبيره تاع الدجاج كما تحبي تميش. ولا انا مخليه هذا القطع مخليتهم غير يعني هكا لي صوص باش نبنن بهم، خصوصي كي يكونوا فيهم كفته ولا تكون فيهم ولا نكون مطيبه معاهم حاجه اخرى ما يهمنيش. قطعه اللحم اللي راح نطيب بها وش هي، بعد ما تقلى راح نمرق. بسم الله نمرق بالماء سخون ونخليها طيب، ومن جهه نروحو نحضرو وريده تاع الدجاج واللحم. نروح اللحم المفروم حنعاود نرحيه باش يجيني رطب. درت له سنين الثوم هذيك ودرت له البصله، قطعتهم هكا باش يجوني ساهلين نفوتهم في هذه الاله. راح نرحيهم بعد ما رحيت اللحم والدجاج. راح نتبلو، عندنا فلفل كحل، عندي شويه تاع كزبر، ما درتش راس الحانوت درت كزبر، ملح، زنجبيل، موطارد والبيض باش نلمو به، والخبز المرحي. راح نبدا باللحم نتبلو. بسم الله شويه ما نكثرش بما انه كميه صغيره مش بزاف. وندير موطارد، والبيض راح ندير بالملعقه بما انه كميه صغيره. هكا ونبدا نخلط نمزج كلش مع بعضه. راح نزيد الخبز المرحي بعد ما درت كويرات تاع الدجاج واللحم يجيوني سهلين في التشكيل. عمرت حبه القرنون كيما راكم تشوفوا، راح نغلفها بالفيلم الغذائي واللي حاطيه في لاصوص هكا باش نتاكد انه هذوك لي بول ماهمش حيطيحوا لي. لازم ديريهم بالفيلم الغذائي وتحطيهم يفوروا. اذا ما حبيتيش يعني تفوريهم هما ما يديوش وقت، لوحيهم مباشره هكا بالفيلم الغذائي في وسط لاصوص. راح نعاود نفس الشيء بالنسبه للدجاج، نفس التوابل ما عدا البيض، مانيش راح ندير له البيض. هنا راكم تشوفوا بلي انني ما درتش معدنوس. راح نزيد شويه تاع خبز مرحي ونعجنها حتى تتلم. ندير امامي شويه تاع الماء باش نعاون به روحي بما انه الدجاج يلصق.
نبدا نشكل كويرات صغار هكا، كويرات صغار خلاص بهذا الحجم. نفس الشيء بالنسبه للدجاج، الدجاج راكم تعرفوه باللي يلصق. عاوني روحك بالماء ولا بالزيت، انا راح ندير غير بالماء. ها اول حاجه نبدا بها هي حبه القرنون، راح نعمرها هي الاولى. راح ندير في النص، ندير هك هكا، نحطها في النص. اذا خفتي ما تلصقلكش ديري البيض، راح ندير البيض باش نتاكد بلي راح تلصق لي. راكم تشوفوا في القرنون بلي راه جامد هكا، ونبدا ندور عليها هذوك لي بول، نبدا نشكلهم. ندير ثلاثه بثلاثه، ثلاثه جاج وثلاثه لحم هكا، نحاول نرصهم على بعضهم. هنا تحبي تعمري هذا الفارق، تحبي تخليه، انا حبيت نخليه باش من بعد نحط فيه وسطو حبه جلبانه. نكملهم، راح نجيب الفيلم الغذائي نفرشو، ونجيب هذوك الوردات اللي كنت شكلتهم. هنا اذا حبيتي تقلبيهم هكا على هذا الوجه وديري لهم البيض، يعني باش تضمني انهم راح يلصقوا، تحبي ديريهم هكاك مباشره، هو راح يتحلوا، حيتحلوا مش يتحلوا لدرجه انه كل وحده تقعد وحدها، مي ماهمش راح يلصقوا مليح. لذا اذا حبيتي ديري لهم البيض، انا راح ندير البيض هكا بعضام بلا ما نكثر غير باش يشد لي، ونفرشهم في الفيلم الغذائي. نخليهم هكا بعاد على بعضهم، ونعاود نرد هذاك الفيلم اليمونتير هكا، نحاول ندخلهم هك باش ما يلصقوش في بعضهم كي نفورهم هكا. نحاول ندير هو هذا الفيلم اليمونتير هو اللي راح يثبتهم. وحاولي في نفس الوقت تحافظي على الشكل تاعهم وتفزدي لهم شكلهم هكا. راح نحطهم يفوروا، نعدل الحبات اللي كنت عوجتهم ونحطهم يفوروا، ونخليها على نار هاديه، ولا تقدري تطفي عليها وتخليها. وبعد ما طابت الجلبانه راح نحي هذيك القطعه تاع الدجاج اللي بننت بها، ونعاود نحط ورود الدجاج واللحم يكملوا في لاصوص، ماشي يكملوا طياب لكن باش يديو نكهه الجلبانه ويتشربوا هذيك لاصوص. كيما قلت لك اذا حبيتي من نهار الاول ديريها هكا باش تتفادي انهم ما يتحلوش. هاوليك الطبق في شكله النهائي، ان شاء الله يكون عجبكم وتكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، والى اللقاء في فيديوهات ووصفات جديده ان شاء الله.